越我操你妈呀！啊啊！She has a lot of miles. Maybe it's true.السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الشيء المرعب الذي صورته كاميرا المراقبة إلى المنزل المسكون، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مرعبة صورتها الكاميرا بالصدفة، فلنبدأ على بركة الله. دخل لمدرسة مهجورة وما حصل له كان مرعبا. مغامر صيني مشهور باستكشاف الأماكن المهجورة وتصوير مغامراته في بث مباشر والذي من المستحيل فبركته والتعديل عليها. في هذه المرة قرر الشاب الذهاب لوحده في وقت متأخر من الليلة لاستكشاف مدرسة مهجورة يقال بأنها مسكونة. المهم عند دخوله للمدرسة وكالعادة قام بفتح بث مباشر. في الأول كان كل شيء يمر بشكل عادي، بعد ذلك بدأ يسمع أصواتا غريبة وهذا ما حصل. شعر المغامر بالخوف عند رؤيته لوجه خلف الباب، لكن سرعان ما اكتشف بأن هذا ليس سوى رأس دمية. وقد كان الأمر مضحكا جدا بالنسبة لمتتبعي البث المباشر، لكن بعد ذلك ستصير الأمور أكثر رعبا وجدية. فبينما كان الشاب يكمل استكشاف المكان، فجأة حصل شيء مرعب.我叫你玩儿，操你妈！我叫你玩儿。بدأت تلك الكرة تتأرجح من تلقاء نفسها، ثم دخل الشاب ورماها من النافذة. بعد ذلك بدأت المصابيح تسقط من السقف من تلقاء نفسها بشكل مخيف. ولحسن الحظ خرج الشاب سالما، لكن ليس هذا كل شيء. فعندما دخل المغامر لغرفة بها مرآة قديمة، فجأة حصل شيء مرعب. فلنشاهد التسجيل.
操你妈，好像是在这嘎达。我去你妈逼呀！我操！我操你妈！你妈了个逼！我操你妈呀！في انعكاس المرآة يظهر شخص يقف خلف الشاب، لكن عندما يستدير على الفور لا يجد أي أحد خلفها. حاول الشاب ضرب ذلك الكيان الخفي وعاد للمرآة، فوجد بأنه اختفى ولم يعد يظهر. ثم ظهر وجه مخيف يطل عليه من النافذة، وفجأة سقطت الخزانة من تلقاء نفسها. شعر الشاب بالخوف الشديد فقرر مغادرة المدرسة وإنهاء البث المباشر. إذن ما رأيكم؟ هل ما ظهر له علاقة بالجن والخوارق كما يقال؟ وهل هذه المدرسة مسكونة بالفعل، أم أن لديكم تفسير آخر لما ظهر؟ كان لوحدي في المنزل وفجأة حصل له شيء مرعب. إن تذكرتم كنا قد نشرنا في سنة 2022 مشاهد للأشياء الغامضة والمخيفة التي تحصل لرجل يعيش لوحده في المنزل، وقد طلب مني عدد كبير منكم تتبع جديد قصتها. لذلك عدت إلى حسابه فوجدت بأنه قد انتقل للعيش في منزل جديد لكي يتخلص من هذا الكابوس المرعب، لكن يبدو بأن ذلك الجن أو الكيان المخيف قد تبعه حتى منزله الجديد. وازدادت تلك الأحداث المخيفة حدة وخطورة. وقبل أن نعرض لكم جديد قصتها، إليكم مشاهد مختصرة لما حصل له في السابق لمن لم يشاهدها من قبل. Can't hang, that thing's fucking filthy. Hello? Hello? Oh, Jesus. It's my ladder. F***ing door. Thank you.
بعد كل ما حصل قرر الرجل الانتقال للعيش في منزل جديد، لكن للأسف لم تمر سوى أسابيع قليلة حتى بدأت تحصل للرجل أشياء غريبة ومرعبة، ويعتقد الرجل بأن ذلك الكيان قد تبعه إلى غاية منزله الجديد. That's why I'm setting up the camera right now to find out, you know, what the fuck it is. Max! Shut up! There's nobody here. The house up against the fucking wall. فجأة بدأ الكلب في النباح، ثم ظهر ظل يتحرك في الجهة المقابلة. ذهب الرجل على الفور، لكن ذلك الظل اختفى ولا يوجد أي أحد. بعد كل ما يقع قرر الرجل وضع كاميرات لتصور ما يحصل داخل المنزل، وفي وقت لاحق عندما راجع ما صورته الكاميرا أصيب بالصدمة والخوف عندما رأى هذا الشيء. يقول الرجل بأنه تواصل مع العديد من رجال الدين وأحضرهم للمنزل، لكن بدون جدوى. ولحد الآن لا زال الرجل يعيش في رعب دائم في منزله الجديد كذلك. إن كنتم ترغبون في تتبع جديد قصته فأخبرونا في التعليقات. إذا ما رأيكم؟ هل فعلا أن الجن تبعه حتى منزله الجديد كما يقال، أم أن لديكم تفسير آخر لما يحصل؟ Just wanted to make this video so you could have a look at it. If you're interested, just let me know what you think. الفيديو التالي هو لرجل كان يصور مقطعا قصيرا يظهر فيه سيارة ينوي بيعها. هذه السيارة كانت ملكا لأخته والتي ماتت بداخلها بشكل مأساوي منذ سنة ونصف تقريبا، لكن عندما أرسل هذا الفيديو لشخص مهتم بشراء هذه السيارة في اليوم الموالي، أرسل له ذلك الشخص رسالة قال فيها: يجب أن تتحقق من الفيديو مرة ثانية لأن شيئا مخيفا حصل فيها. Hey man, here's my sister's car. Just wanted to make this video so you could have a look at it. She still runs good. She's a little dirty. She has a lot of miles on her. But it can clean up nice. Here's the front and a little back. Here's some of the back. But I don't know. If you're interested, just let me know what you think. But you know. عندما فتح الرجل السيارة سمع بداخلها صوت خافت لبكاء وصراخ امرأة. عندما نشر هذا الفيديو على اليوتيوب أثار جدلا كبيرا، وقال العديدون في التعليقات بأن ذلك الصوت هو لروح أخت الرجل التي ماتت في السيارة، وبأن روحها لا زالت محبوسة داخل السيارة. فما رأيكم؟ She's a little dirty. She has a lot of miles on her. Clean up nice. Here's the front and a little back. You did.
الفيديو التالي نشر مؤخرا على الانستغرام وقد انتشر بشكل جنوني. في التسجيل يظهر رجل كان يقود السيارة وفجأة رأى شخصا يقود عربة أطفال مشتعلة. شعر الرجل بالقلق فربما يكون طفل في العربة، فذهب بسرعة نحو ذلك الشخص. يدين Are we fire? لحسن الحظ أن العربة كانت فارغة، فيبدو بأن هذا ليس سوى شخص مختل عقليا أشعل النار في العربة ويتجول بها في الشارع. في وقت متأخر من الليل استيقظ رجل من النوم على أصوات غريبة، فذهب لاستكشاف الأمر. بحث في كل زاوية من المنزل لكن لم يجد أي شيء يفسر تلك الأصوات. بعد ذلك حصل شيء مرعب. Maybe it's straight. What's going on? It threw a coat on the floor. See that?